بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابع عن أبي ربيعة تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. قال مسلم. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم